سانور. ازيك يا حبيبي؟ الف الف مبروك كابتن ايمن، الله يبارك فيك، اهلا وسهلا بيك، والف الف مبروك لكل عشاق النادي الاهلي في كل مكان، وفخر كبير الحصول النهارده على المركز الثالث في بطوله كاس العالم للانديه، والميداليه البرونزيه دي فخر وتاريخ بيكتبه الجيل الحالي من ابطال النادي الاهلي اللي لعبوا في ثلاث مباريات اللي فاتوا، وكان اخرهم المباراه بتاعت النهارده. كنت عامل ايه ماتش النهارده بقى لحد ما وصلنا ضربات الجزاء؟ لا انا يعني انا كان عندي امل وتوقع اكثر ان احنا كنا هنكسب من خلال المباراه مش من خلال ضربات الجزاء. يا اتفرجت فين يا النهارده؟ فين لا اتفرجت في البيت بصراحه، الماتش بتاع الاهلي اتفرجت عليه في البيت. طول عمرك بتساندنا، ويمكن من ايام ما احنا كنا بنلعب وكنت بتحضر لنا الماتشات برضو، النهارده كنت زي زمان عصبي برضو وبتشجع الاهلي من كل يعني قلبك؟ قبل ما تتفرجش معاه على ماتش؟ اكيد طبعا، انا يعني رحت في اماكن ما حدش يتوقع ان ممكن اي مشجع عادي او مشجع من محبين النادي الاهلي انه يسافر معاهم في الاماكن البعيده، وخصوصا المباريات بتاعت افريقيا، ولكن النهارده كانت الظروف ما سمحتش ان انا اسافر معاهم للدوحه، فاتفرجت هنا من القاهره. يا بنت قاعد معانا هنا في القاهره شويه ولا في امريكا دلوقتي ولا انت وحشني؟ انا شريف عبد المنعم. لا دلوقتي موجود في القاهره يا كابتن شريف، وحشتني ربنا يخليك. انت كمان والله منور الدنيا، وشك حلو النهارده. خليك يا حبيبي. لما وصلنا لضربات الجزاء يا ايهاب، كان عندك ثقه ان النادي الاهلي هيكسب؟ والله كان عندي ثقه كبيره جدا ان احنا اللي هنكسب. لا والله. طبعا طبعا، يعني بوجود كابتن شناوي اللي هو يعني يعتبر واحد من اهم اللعيبه اللي شاركت في البطوله كلها، مش هقول مع النادي الاهلي بس، ولكن واحد من الناس اللي هيبقى ليهم يعني او كان ليهم اثر كبير في البطوله نفسها كلها من اول الفرق كلها. يعني من حراس المرمى المتميزين جدا، ومش بنحاز ليه عشان هو حارس المرمى الاساسي بتاع النادي الاهلي، ولكن منحاز ليه لان هو فعلا كان بطل وكان شايل حمل كبير جدا هو وخط الدفاع بتاعنا كله. تقول ايه بقى لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس الاداره؟ طبعا ده يعني مباركه كبيره جدا على المجهود الكبير اللي عملوه. الماتش بتاع البايرن ميونخ مش هنعتبره ماتش عادي، اللعيبه كانت نازله وكان في خوف من التعليقات اللي كانت قبل كده ان بايرن ميونخ كسب فرق ثقيله جدا 8 و9 و10، وكان الكلام بيتكلموا على هزيمه كبيره جدا يعني هتحصل للنادي الاهلي، ولكن ولادنا ورجالتنا طلعوا ابطال وقدم مسؤوليه. الخوف اللي كان موجود في الشوط الاول طبعا اثر عليهم في التمريرات اللي كانت كتير منها كان غلط، ولكن مش هنحاسب اللعيبه على الماتش الاولاني ده لان الماتش يعتبر من الماتشات الصعبه حتى نفسيا على اللعيبه، ولكن الماتشين التانيين ماتش الدحيل احنا كنا كويسين جدا ولعبنا بشكل حلو قوي، ماتش النهارده كان فيه ثقه اكبر واكبر، فالحمد لله الرجاله بتوعنا شرفونا وشرفوا كل الكره المصريه وشرفوا كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. الحمد لله. كابتن عادل عبد الرحمن عنده سؤال عايز يساله لك. ازيك يا كابتن؟ منور ربنا حبيب. يخليك، اهلا وسهلا. كسرت كام تلفزيون وانت بتتفرج الايام اللي فاتت دي كلها على الكوره؟ معلش يا كابتن عادل ما سمعتش السؤال. بقول لك كسرت كام تلفزيون يا ايهاب وانت بتتفرج على الماتشات يا ايهاب؟ قول لهم بقى. لا 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 خالص. لا, لا خالص. ايهاب احنا اتفرجنا، انا اتفرجت معاك على كذا مباراه يا ايهاب، يعني صراحه ما حدش يقدر يتفرج معاك على مباراه يعني. لا ما الواحد صراحه بيبقى يعني ولع عيننا زي زمان وحماس، يعني نعمل ايه؟ ايوه حماس يعني. ايوه ده قدر كل محبين النادي الاهلي ان هم يشجعوه بكل الحماس ده، وانا من اكبر أيوة. عشاق النادي الاهلي. بما انك بقى من اكبر عشاق النادي الاهلي، عايزين نسمع منك بقى في الاخر الاهلي كيان. ما يلا نسمعها كده من التسجيل، هتبقى ما نسمعها بصوتك لايف بقى دلوقتي على الهوا. انا قاعد في وسط الناس مش هينفع نغني كده. ليه بس؟ بمناسبه الفرحه النهارده. الاهلي ده نادي كيان، جمهوره في كل مكان، وفي اخر يوم في عمري بنطق اربع حروف، اهلي 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 اهلي، ومبروك الف
ألف مبروك. الله يبارك فيك. 90 مليون بيغنوا معاك دلوقتي يا إيهاب. شكرا يا إيهاب. وسعداء جدا بمداخلتك الجميلة دي يا إيهاب، وألف ألف مبروك. ربنا يخليك، ألف شكر.